في عام 1999 رجل أمريكي اشترى له بيت، شرى البيت، وتعرفون الواحد يتفقد بيته. الرجال هو قاعد يتفقد البيت، بالطابق السفلي اللي تحت حصل له برميل حديد، تعرفونه البرميل الحديد حق النفط، حصل له برميل حديد ملحم مكتوم ومحفور له ومسمنت عليه، بس انه لمحه وشافه كذا طقه لانه قاعد يرمم بالبيت، فكلم اللي معه وكذا طلعوا البرميل. بعد ما طلعوا البرميل يا جماعة الخير، من شوفوا كم لها، كم سنة لها، بعد ما طلعوا البرميل حصروا داخل البرميل جثة امرأة عربية محنطة في شهرها الثامن، حامل بالشهر الثامن ومحنطة. لا إله إلا الله. واليومكم هذا اليوم ما يدرى من اللي سوى هذه الفعلة، حسب ما يقولون هذه صورتها، فالله يرحمها يسكنها الجنة سبحان الله. لكن كيف محنطة وعرفوا انها حامل بالشهر الثامن؟ ما ادري والله، السالفة قديمة. بس والله اكتبونا بالكومنتات نفيد ونستفيد.